مرحبا بكم من جديد. نستعرض وإياكم في طرق البحث في علوم الصحة الباب الثامن من العينات. وكمقدمة تم تقسيم هذا الباب إلى أجزاء حتى يسهل فهمه وشرحه. الجزء الأول نتكلم عن المقدمة. العينات هي مجموعة الناس أو الأشخاص أو المجتمعات التي تم اختيارها لتكون ضمن الدراسة، بحيث تكون هذه العينة ممثلة لمجتمع الدراسة. إذا مجتمع الدراسة هي مجموعة الناس ككل من حيث الخصائص الاجتماعية والخصائص النفسية. يستطيع هنا الباحث أن يأخذ عينة ويكون لهذه العينة خصائص تتعلق بموضوع أو بمجموع مجتمع الدراسة. إذا مجتمع الدراسة منه نأخذ عينة البحث وليست عينة الدراسة. العينات هي مجموعة الناس التي يتم اختيارها لتكون ضمن الدراسة، بحيث تكون ممثلة لكل مجتمع الدراسة. مجتمع الدراسة هو الناس ككل، ولكن من ضمن الناس ككل، يعني مثلا قطاع غزة 2 مليون بني آدم، هو مجتمع الدراسة، ولكن عينة الدراسة جزء من السكان أو فئة محددة من السكان تجري عليها الدراسة وتتعلق بمجموع المجتمع هنا كمجتمع دراسة. هناك أقسام للعينة: العينة الغير الاحتمالية والعينة الاحتمالية. الفرق بينهم أن العينة غير الاحتمالية لا تقتضي الاختيار العشوائي، بينما العينة الاحتمالية لازم نختارها عشوائيا من ضمن مجتمع الدراسة. الاختيار العشوائي هنا يعني إطلاق جميع الوحدات في المجتمع ونساويها في الاختيار. وعن هذا أيضا يعني أن العينة الغير احتمالية ليست بالضرورة أن تكون ممثلة لكل مجتمع قطاع غزة مثلا، مجتمع الدراسة كامل. هذا يعني أن العينة الغير احتمالية لا تستطيع الاعتماد على موقف مثلا منطق معين أو نظرية احتمالات معينة. لكن في العينة الاحتمالية نعرف على الأقل أننا مثلنا المجتمع تمثيل كافي بعينتنا الاحتمالية التي مثلت كل مجتمع الدراسة وهي جزء من مجتمع الدراسة. في العينة الغير احتمالية قد نستطيع أو قد لا نستطيع تمثيل المجتمع بالتمثيل الكافي ككل، ولكن العينة الاحتمالية قد تعطينا هنا فرصة من خلالها أن نخرج تقريبا بعينة أو شبه عينة رقم ممثل للمجتمع ككل، في حين أن العينة الغير احتمالية قد لا تستطيع فيه احتمالات أنها قد تمثل وقد لا تمثل مجتمع الدراسة تمثيل كافي. إذن العينة الاحتمالية أفضل. الباحثون بشكل عام الذين يقومون بالدراسات الميدانية يفضلون بصورة عامة طرق اختيار العينة الاحتمالية أو العينة العشوائية من مجتمع الدراسة ككل على الطرق الغير الاحتمالية، فيعدونها أو يعيدونها أكثر دقة وأكثر صرامة. العينة العشوائية الاحتمالية هناك طرق علمية نستخدمها، في حين أن العينة الغير احتمالية لا تكون بطرق علمية. هنا العينة التي لا تكون طبعا بطرق علمية لا تمكن أو تمكن عفوا مجتمع الدراسة أحيانا في البحث الاجتماعي التطبيقي، هنا قد لا يكون مجدي من ناحية العملية أو نظريا أن نطبق عليه عينة عشوائية، لأني أنا بدي أدرس المجتمع ككل. في تلك الحالات نرجع إلى عدة اختيارات من العينة الاحتمالية وسوف نشرحها بالتفاصيل.